إناس كريم تدريسية متظاهرة. إنانا تشرين حركة كلش عفوية بلشت يوم 26 أكتوبر، كانت عبارة عن فكرة عفوية جدا إنه كنا نحاول نساعد الموجودين بالساحة عن طريق الأكل عن طريق الدواء. فاختاريت قسم من البنات وسوينا هذا التجمع، ما كان اسمه إنانا تشرين، بدون اسم. اختاريت عينة البنات الموجودات بالساحة وبالمحافظات وحتى خارج العراق، اشتغلنا بهذا الموضوع، قمنا نقدم مساعدات للساحات من خلال الأكل، من خلال الدواء، من خلال مساعدة أهل التوك توك. كل شيء كانوا يحتاجوا احنا كنا نوفره بقدر المستطاع. كل واحدة بينا سواء داخل العراق أو خارج العراق كانت تساعد بالطريقة اللي هي تشوفها مناسبة لها. قل الشغل هسه الكون الساحات فرغت والكون الثورة هدأت بسبب جائحة كورونا، بس بنفس الوقت بعدنا لحد الآن ورغم كل الظروف نساعد المتظاهرين وخاصة هنا بساحة التحرير. نشرت بوست بالفيسبوك جدا عادي وكتبت انه اني باكر راح اتواجد في ساحة التحرير اني ومجموعة بنات، فاللي يحب خلي يجي، كاحنا تجمع نسائي نساعد الولد ونحميهم انه لو في حال يضربوهم باليوم الثاني. شفت العدد كلش كبير انه البنات يشجعوا هذه الفكرة، فعلا رحنا ثاني يوم. من رحنا ثاني يوم كانت الساحة فارغة ما بيها بنات، عددنا كان 15 بنية فقط، وصرنا بالخط الأول من الولد وورانا صاروا الولد. محاولة من عندنا انه ممكن نحمي هذول الشباب اذا في حال ضربوهم، لكن يعني كانت امنيتنا فاشلة لانه احنا ضربنا والولد اللي ورانا هم ضربوا. بيومها أنا تأذيت كلش نفسياً وجسدياً وقعت ورجعت للبيت ودخلت مستشفى، بس ما توقفت، لا رجعت أخذنا استراحة لحد يوم 25/10 ورجعت شاركت، ومن يوم 2/10 ولحد هذا اليوم أنا مستمرة. دور المرأة كان جداً مهم بساحة التحرير وبكل سوح الاعتصام، سوت فتشي جدا عظيم، اثبتت جود يعني دورها، كان دورها شبه مهمش من تتواجد هي ورجل بمكان عام وتحديدا بهذه الاماكن بساحات التظاهر تصير علامات استفهام عليها، ولكن بهذه تظاهرات تشرين لا، هذه الفكره راحت نهائيا. والدليل هسه تباوع ساحة التحرير تحديدا اللي هي مركز الاعتصامات، نشوف رجل وامراه جدا طبيعي. اللي رافض الفكرة الأشخاص اللي ضد تواجد المرأة والرجل بمكان. مطالبنا إحنا كتجمع إنانة تشرين، المطلب الأساسي هو مطالب المتظاهرين اللي طلعوا على مولها، وإحنا كنا طلعنا على هذه المطالب. هي مو مطالب، هي حقوق المفروض النساء العراقيين يوفروها لنا، ولكن إحنا كنساء عندنا هواية حركات سوينا وهواية خطوات سوينا في غاية إنه يفعلون قانون مناهضة العنف الأسري. هذا القانون جدا مهم بخصوص المرأة، هذا القانون يحفظ حقوقها، يحفظ كرامتها، نفس الوقت يمنع هذا العنف اللي جاي يصير. أكو عنف ضد المرأة بشكل غير طبيعي، أكو عنف بالعمل، أكو عنف داخل البيت، أكو عنف بالشارع، أكو عنف بكل مكان. هذا العنف دا يصير على أمور شخصية وعلى أمور مو شخصية، على أمور منطقية وعلى أمور مو منطقية. بالمقابل دور المنظمات النسوية هي التوعية، مثلا أكو امرأة تريد تنزع حجابها، هذا الشيء من حقها سواء غلط أو صح، هذا الشيء من حقها. يجي أخوها أو أبوها أو أحد من عشيرتها أو أحزاب مثلا أو ميليشيات يقتلوها لكونها ما تمثلهم وتمثل المحيط اللي هي عايشة به، هذا الشيء غلط وما يصير، هذا شيء شخصي، هذا يعتبر عنف. العنف الأكبر بالعمل، مثلا بنية تجي تشتغل بمكان معين، أهلي مثلا تتعرض العنف، مثلا انت اذا ما تنطيني فتشي معين
تطلعين خارج العمل، هذا هم يعتبر عنف. دور المنظمات النسوية هي التوعية، توعية وبنفس الوقت توعية البنات تحديدا، انه بمجرد ما انت تتعرضين للعنف لا تسكتين، بلغي. فعلا اكو يعني منظمات عندها ارقام. بالنسبة إلي أنا قبل التظاهرات أطلع وأختلط وأروح بواية أماكن داخل بغداد وخارج بغداد، كل صراحة ما حسيت بأمان وما حسيت بأكو شيء آمن أنا موجودة بي مثل الأمان اللي حسيته بتظاهرات تشرين وتحديداً مساحة التحرير. ليش؟ الناس اللي موجودين وتحديداً الولد ما شفت من عندهم انه يتحارشون او يبدو فتشي من عندهم مسيء للمرأة او الي اني شخصيا ابدا. انا اشوف فالتجمع اني ما شايفته بالعراق اول مرة، من يتجمع بنات وولد يرسمون ويغنون ويسولفون ويتشاركون بقضية مهمة، هذا الشيء ما شايفيه احنا قبل. حتى بالمظاهرات السابقة ما صارت هاي الألفة والانسجام بين الرجل وبين المرأة بهذا، والأمان تحديدا. كل الأفكار اللي تتداول بمواقع التواصل ومن قبل الأحزاب إنه مكان خطر، إنه مكان تعرضت به المرأة الكذا، كله كذب. أنا عشت بهذا المكان وعشت ويا الولد، كل شي سوينا، طبخنا، أسعفنا، نظفنا الساحة، ما فد يوم سمعنا كلمة واحدة أو فعل واحد يسيء لنا كنساء. المسيرة الوردية كانت من فكرتي، وكانت فكرة كلش عفوية، جدا عفوية. بلحظة معينة شفت بوست، بغض النظر عن منو صاحبه، بالفيسبوك البوست يسيء للمرأة، يسيء للمرأة المتظاهرة المتواجدة بالساحات. هذا البوست جدا استفزني، حسسني انه احنا ما نستحق هذا الشيء، انه احنا هواية سوينا شغلات عظيمة بهذه التظاهرة، ودورنا كان جدا بارز. تظاهرات بذيك الفترة صادفت يعني ساحات قل تواجد المرأة بها بسبب كثرة المنشورات التحريضية ضد المرأة، فقالوا البنات شلون وش وقت. المهم قدمت لهم عدة اقتراحات، من ضمنها انه يكون يوم الخميس كنا نتجمع بلون واحد اللي هو اللون الوردي اللي هو يمثل المرأة بشكل خاص، نكون ايد واحدة ونرفع شعارات مو شخصية، لا شعارات تخص الثورة، نفس الوقت تبرز تواجدها ودورها الفاعل والمشرف بالساحات. وفعلا يعني اطلقنا الحملة يوم الاثنين الساعة 8 بالليل، وانتشرت بشكل كلش عظيم يعني مواقع التواصل كلها. فعلا بيوم الخميس طلعنا كلنا، وكان العدد جدا مشرف، وتحديدا ساحة التحرير وكل ساحات الاعتصام بكل المحافظات كانت باللون الوردي. هذه المسيرة كان لها دور كلش كبير، انه ترجع للساحات روحها المرأة. من تتواجد بالساحات الكل يطمئن انه هذا المكان آمن، هذا المكان ماكو بيشي، والدليل المرأة اللي تتواجد به. من سوينا هذه المسيرة رجعنا لساحة التحرير بوقتها انه هذا المكان آمن، ارجعوا يا بنات، ارجعوا يا طالبات، شاركوا، انضموا يعني لساحة التحرير، ماكو شيء. من سويناها وشفنا ردة الفعل كلش عظيمة كانت ومشرفة، فرحنا، كلش فرحنا. وبنفس الوقت عدنا إن شاء الله مسيرات جاية بمجرد ما تنتهي هذه جائحة كورونا، نسوي الأكبر والأحلى بإذن الله.